أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما تزال القرارات التي تتبعها الإدارة الذاتية في ملف التعليم والمناهج في شمال شرقي سوريا تثير الجدل والانقسام بين أبناء المنطقة. نعم، يضاف إلى ذلك التضييق على المعلمين واعتقال عدد منهم بتهم مختلفة كل فترة، ما يدفع الأهالي للاحتجاج بشكل دوري على سياساتها. تفاصيل أوفى ضمن ملفنا الرئيسي. طالت تداعيات التغيرات بعد عام 2011 جميع مفاصل حياة السوريين، وكان لملف التعليم تعقيداته الخاصة في عموم سوريا وشمال شرقيه على وجه التحديد. في مساحة جغرافية واحدة تدرس ثلاثة مناهج مختلفة بعد رفض أهالي بعض المناطق لمنهاج الإدارة الذاتية واعتماد بعضهم منهاج النظام، إضافة إلى منهاج تابع لليونيسف، ما يجعل مستقبل الطلاب في هذه المنطقة محط جدل وقلق للأهالي، خاصة أن الإدارة الذاتية تشرف على 2000 مدرسة من ضمن 2400 مدرسة موجودة في المنطقة. وفي سياق متصل، لم تفرج قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية عن 14 مدرساً اعتقلتهم قبل أيام في عمودة ورميلان ومعبدة شمال شرق الحسكة، ما دفع عشرات الطلاب للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراحهم. ما يزال ملف التعليم في شرق الفرات مثيراً للخلاف والتصعيد بين الأهالي وقوات سوريا الديمقراطية بعد ارتفاع نسبة الأمية وازدياد تسرب الطلاب بحسب تقديرات أممية، ليلجأ كثير من الأهالي إلى التعليم المنزلي. فما مصير سير العملية التعليمية شمال شرق سوريا وماذا ينتظر طلابها؟ نرحب بمشاهدينا على البث المباشر على كل منصات تلفزيون سوريا، يريد شاركونا تعليقاتكم وأراءكم حول هذا الموضوع. للحديث أكثر عن الواقع التعليمي في مناطق شمالي وشرقي سوريا معنا من القامشلي الصحفي عبد الرحيم السعيد. أهلا بك عبد الرحيم. وأيضا معنا صهيب جابر وهو صحفي مهتم بالشأن التربوي من أورفا التركية. أهلا بك صهيب. أهلا أيضا بكما. البداية معك عبد الرحيم، يعني اعتقال لعدد من المعلمين في المناطق التي تسيطر عليها قصد، ما هي الأسباب وراء هذا الاعتقال؟ مساء الخير نور، مساء الخير أيهم، مساء الخير لجميع المشاهدين ومساء الخير للضيف صهيب. بالنسبة فينا نقول الأسباب المعلنة من قبل الإدارة الذاتية حول اعتقال المعلمين وأنهم خالفوا قرارات الإدارة الذاتية بتدريس مناهج النظام الممنوعة في مناطق الإدارة الذاتية، ولكن الأهالي يرون أن هذه الأسباب هي أسباب غير منطقية ومجرد حجج. فالمعلمون يدرسون مناهج علمية أي الرياضيات والفيزياء والعلوم، وهذه المناهج غير يعني لا تختلف عن مناهج الإدارة الذاتية وعن النظام، فلا يوجد نظريات هندسة على سبيل المثال خاصة بالنظام. عبد الرحيم إذا ممكن بس تقرب الميكروفون حتى نسمعك بشكل أفضل. فالأهالي عفوا تمام، الأهالي يرون أنه لا توجد يعني مادة رياضيات خاصة بالنظام أو مادة رياضيات خاصة بالإدارة الذاتية، فاعتقالهم هي مجرد حجج. والسبب الآخر أو الكلام الآخر للأهالي أنهم فقط يريدون الحصول على شهادة معترف بها وهم لا يعترفون بالنظام عندما يدرسون. إذن الحجج هي واهية وهي ليست حقيقية، إذن ما هي الحجة الأساسية؟ نعم نور، فقط أريد أن أوصل رسالة بعض الأهالي. تفضل. أنهم يقولون حتى الإدارة الذاتية وقيادات الإدارة الذاتية يحصلون ويضطرون للحصول على وثائق من النظام، مثل جوازات السفر التي يسافرون بها إلى خارج سوريا ووثائق السجلات المدنية، هي كلها حتى قيادات الإدارة الذاتية مضطرة أن تأخذها من المؤسسات النظام المعترف بها خارج سوريا. هم يقولون أيضا نحن مضطرون أن نأخذ شهادات لأولادنا معترف بها خارج سوريا، وبالتالي يواجهون ضغوط أنه يريدون تعليم أولادهم حسب منهاج النظام والإدارة الذاتية لا تقبل بذلك. نعم أيهم، المشكلة عند الإدارة الذاتية أنها تصبغ الاعتقال بصبغة سياسية وهو ليس كذلك. يعني نعم، ابقى معنا عبد الرحيم، رح انتقل لصهيب حول نفس النقطة. ما هي الضغوط التي يواجهها المعلمون في المنطقة، وإذا عندك فكرة عن عدد المعلمين اليوم؟ نعم مساء الخير أستاذ أيمن، ولـ
للسادة المشاهدين ولكم جميعا. طبعا الأخ عبد الرحيم كما تفضل يعني نقطة مهمة ذكرها، وهي موضوع أنه حتى المسؤولين عن ما يعرف بالإدارة الذاتية وقسد يستصدرون أوراق رسمية من نظام الأسد للتنقل. هذا أمر يعني بات معروف. الأهم بالنسبة لنا يعني، وأنا هنا أتحدث كمدرس يعني أريد أن مادة علمية للأطفال، الأهم أن تعطى هذه المادة العلمية بشكل صحيح بعيدا عن أي توجهات أو حشو كما كان يحدث في المناهج التابعة لنظام الأسد من تبجيل وتمجيد لحافظ الأسد وبشار الأسد، وبعيدا أيضا عما تم طبعه من مناهج مؤخرا في مناطق نفوذ قسد. يعني أيضا تكررت نفس المسألة، أيضا هنالك بعض الأفكار التي تدخل حتى في العسكرة يعني وضعت داخل هذه المناهج. أهم الإشكاليات التي تواجه طبعا المعلمين في هذه المنطقة الكثير منها، أهمها كانت موضوع تجنيد المعلمين منذ فترة، وكان هنالك احتجاجات للأهالي ومظاهرات للطلاب وأولياء الأمور طلبة بعودة المعلمين. أيضا يعني المدارس معظمها يتخذ نقاط عسكرية لقسد، وهذه بموجب توثيقات يعني هنالك بعض المدارس في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة أيضا رفضت قسد أن تخرج النقاط العسكرية القريبة منها، وهذه النقاط أيضا عرضة للاستهداف من قبل مجموعات تنظيم الدولة. أيضا المنهاج بحد ذاته يعني هنالك شح في المادة العلمية داخل المنهاج، هنالك عدة مواد فيها مغالطات، هنالك عدة مواد تعطى برموز خاطئة على مستوى الرياضيات وغيرها، هنالك مواد تدخل في علم النفس ومن المفترض أن يؤخذ فيها آراء لمفكرين من العصر الحديث، يؤخذ فيها آراء لمفكرين من العصور الحجرية وتدرس أفكار قديمة يعني بالمجمل. نعم بالضبط. يعني تخيل أستاذ إيهم أنه في مادة من أو جزء من أجزاء الفلسفة يعطى بأنه هنالك نظرية للتزاوج حتى ضمن العائلة الواحدة، يعني لا نريد أن نخوض في هذه التفاصيل. والأهالي أيضا احتجوا على هذا الموضوع صهيب. إذن السبب الحقيقي هو عدم قبول المعلمين لسياسة قسد، وأيضا احتجاج الأهالي على المناهج التعليمية. بالضبط أستاذ نور، يعني هنالك الكثير من الإشكاليات، المادة المعطاة هي ليست مادة علمية، هنالك حشو كثير داخل هذه المناهج، هنالك تبجيل وتمجيد أيضا لجهات عسكرية، يعني من المفترض أن يجنب الطالب يجنب الطفل هذه الأفكار بالنسبة لموضوع العسكرة تحديدا، ويجنب أيضا أي أفكار شاذة تعتبر، يعني لا يجب أن يعطى الطفل حتى إذا ما كانت قسد تريد عن طريق مادة مثلا اسمها جينولوجيا. إعطاء هذه المادة كتمهيد لأن تظهر نفسها إعلاميا على أنها يعني قرينة للمناهج التي تعطى في أوروبا، فالمناهج التي تعطى في أوروبا لا تعطى في هذه المرحلة العمرية، يعني لا تعطى لأطفال في الأول والثاني الابتدائي، يعني هذه النقطة مهمة. أيضا هنالك الكثير من الأخطاء المطبعية يضاف إلى ذلك، يعني هنالك أخطاء مطبعية، هنالك أيضا موضوع اللغة، اللغة التي تدرس فيها هذه المواد. بعض المناطق مثال محافظة الحسكة تعطى فيها المناهج في مناطق محددة باللغة الكردية، ومع احترامنا للغة الكردية لكن يتواجد في هذه المنطقة مكونات أخرى، يلتجئ الأهالي بموجب هذا الأمر لإرسال أبنائهم إلى المدارس السريانية أو إلى مدارس التابعة للنظام الأسد ما زالت يعني في هذه المنطقة قطاع التعليم التابع للنظام الأسد، وبالتالي تحدث هذه الإشكالية. ومن يعطي هذا المنهاج، حتى من يعطي هذا المنهاج يستخلص منه المادة العلمية. هنا الأهالي بالطبع كما ذكر الزميل يعني مشكورا قبل قليل أنه المدرسين يهتمون بالمادة العلمية التي تعطى، وبالطبع لا يعطون مثال مادة القومية التي هي عبارة عن حشو، يعطون المادة العلمية. مع ذلك تم اعتقالهم في الدرباسية منذ فترة، وحدثت إشكالية كبيرة وخرجت مظاهرات في نفس المنطقة من الطلاب، واعتقل من تظاهر. يعني المشكلة هي تكمن في محاولة كل أطراف النزاع الآن إقحام أفكارها في هذه المناهج، وهذا سوف يكون فاشل بالطبع. أكيد يعني ثلاث مناهج بذات المحافظة، مناهج تابعة لليونيسف وتابعة للنظام وأيضا تابعة لقسد، سوف تؤدي إلى تشتت الطلاب. اسمح لي صهيب إرجع لعند عبد الرحيم، هل يوم الأهالي قادرين أنه يحددوا مصير أبنائهم التعليمية؟ طبعا نور، الأهالي محكومون اليوم بالقدرة الاقتصادية على انتقال أبنائهم إلى مدينة القامشلي أو مدينة الحسكة. الأهالي الآن مقسمين إلى قسمين، قسم مضطر إلى تدريس أبنائه دروس خصوصية في المناهج النظام وفي الامتحانات فقط يذهبون إلى
مدينة القامشلي والحسكة، وقسم يستطيع أن يستأجر منزلا في مدينة القامشلي ومدينة الحسكة ويسكن هناك. أما القسم الثالث فهو مضطر، أما مضطر أو البعض منهم مقتنعون بمناهج الإدارة الذاتية ويبقون في المدن ويدرسون في مدارس الإدارة الذاتية. الدروس الخصوصية الآن منتشرة بشكل كبير في مناطق الإدارة الذاتية بسبب ضعف القدرة المادية لدى معظم السكان إلى استئجار منازل في مدينتي القامشلي والحسكة، بالإضافة إلى أن التنقل يحسن بوجود خطورة على تنقل أطفالهم خاصة في الصفوف الابتدائية الأولى. أتمنى أنه الزملاء يعودوا الاتصال بك حتى نقدر نأخذ منك معلومات أكثر. أرجع أعود إليك يا صهيب، يعني مثل ما تحدثنا بمنطقة جغرافية واحدة يتم تدريس ثلاث مناهج، هل يمكن الوصول اليوم لمنهاج توافقي بين هذه المناهج؟ مع الأسف لا، لأسباب سوف أذكرها، لكن سوف أكمل ما انتهيت عنده. بالنسبة لمنهاج اليونيسف اللي ذكرتي حضرتك، هذا المنهاج يعني غالبا ما يكون توزيعه في المخيمات على نطاق ضيق، وهذه المخيمات أساسا تعاني من ضائقة القاطنين فيها، ومعظمهم لا يرسلون أساسا أبنائهم لتلقي التعليم. في بعض المدارس يعطى منهاج اليونيسف لكن بشكل انتقائي، يعني مدارس يتواجد فيها منهاج أو يوزع فيها منهاج الإدارة الذاتية، مدارس يوزع فيها منهاج اليونيسف، مدارس يوزع فيها أو توزع فيها هذه المناهج لكن المدرسين يلتجئون لإعطاء أو يستخلصون المادة العلمية من منهاج نظام الأسد ويعطونها، وهذا يعرضهم أيضا لإشكالية. يعني خلاصة هي أنه حتى من يعني على المستوى الثانوي الشهادة الثانوية وحتى الجامعي، يعني في هذه المناطق من يحصل على الشهادة. عم نسمعك، تفضل. عفوا، يعني حتى بالنسبة لمن يحصل على هذه الشهادة طبعا يجد نفسه تائه في نهاية المطاف. يعني من يحصل على شهادة سواء من جامعة أو من مدرسة ثانوية في مناطق نفوذ قسد غير معترف بشهادته في مناطق نفوذ المعارضة أو في مناطق نفوذ. يعني السؤال يطرح نفسه، ليش بتعتبر قسد أنه استخدام مناهج النظام عودة إلى الوراء، رغم أنه ذكرت قبل قليل أن المناهج المستخدمة لديهم أيضا فيها كثير من القدم وبعض معلومات متناقضة؟ يعني هذا عبارة عن استهلاك إعلامي، هذا هو السبب، تعليل لماذا تصرح بأنه تراجع إلى الوراء منهاج نظام الأسد. نحن لا نمتدح بهذا المنهاج، أيضا هذا المنهاج فيه أخطاء لكن أخطاء بسيطة جدا، والمعلمون يعني يستخلصون كما ذكرت قبل قليل المادة العلمية من هذا المنهاج ويعطونها للمراحل التعليمية، يعني لا يعطون عدة مواد يحذفونها منها ويعطون المادة العلمية التي تفيد الطالب في التحصيل العلمي. هذا الأمر ضايق قسد، اكتشفوا بأنه المنهاج الذي قدموه فيه الكثير من الشوائب والأخطاء. طيب يعني صهيب أيضا أنت ذكرت قبل قليل أنه الطلاب يعني بعد الثانوية عم يضيعوا، ما عم يعرفوا شو بدهم يساووا وفقا لهالظروف اللي حكيتها، ممكن يتم اعتراف بشهادة الثانوية التي سيحصلون عليها؟ غير معترف فيها، وهذه الإشكالية على مستوى سوريا. نعم، يعني بالمناسبة حتى في مناطق الشمال السوري مناطق المعارضة إشكالية أخرى تحصل على مستوى الشهادات أنها معترف فيها داخل تركيا وبالتالي فقط. وبالتالي إذا قرر الطالب يدرس جامعة بأي مكان في العالم لا يستطيع. بالضبط، يعني هذه إشكالية أيضا. التعليم مستهدف يعني في سوريا مع الأسف. إذا لا قيمة لهذه الشهادة بالنهاية. بالضبط، طالما ما راح يتخوله لا يدخل الجامعة، لا قيمة لهذه الشهادة وإلا في مناطق نفوذ قسد، وبالنسبة لمناطق المعارضة غير معترف بالشهادة إلا في تركيا أو مناطق المعارضة، وفي مناطق نفوذ نظام الأسد كذلك الأمر، المنهاج يعني يدلس ويحشى فيه الكثير من المواد. الله في عون طلابنا أكيد وأهلنا في الداخل السوري حيال هذا الموضوع. أعود إليك عبد الرحيم، أتمنى أن الاتصال أصبح جاهزا معك، كيف يؤثر وجود هذه المناهج على الحوار الكردي وأيضا على مستقبل الطلاب في تلك المنطقة؟ نعم نور، الموضوع التعليمي أو المحور التعليمي هو محور رئيسي وخلاف رئيسي بين الطرفين الكرديين اللذين يتفاوضان بوساطة أمريكية، والاعتقالات الأخيرة للمعلمين سببت أزمة بين الطرفين، وبحسب المعلومات فقد توقفت حاليا
المفاوضات بسبب هذه الاعتقالات، وقدم المجلس الوطني الكردي مذكرة احتجاج ووجه رسالة إلى الوسيط الأمريكي. وبحسب معلومات أيضا الوسيط الأمريكي قد يتدخل قريبا في هذه الاعتقالات. أما بالنسبة على مستقبل الطلاب فهم أيضا يعني بين نارين، إما الحصول على شهادة غير معترف بها أو الوصول أو يعني صرف مصاريف إضافية هم لا يعلمون كيف سيؤمنونها، والذهاب إلى مناطق واستئجار منازل ومصاريف إضافية. إذا ختاما يعني الحلول برأيك عبد الرحيم لهذا الموضوع للطلاب، كيف يمكن أن نجد لهم حلول حول هذا الموضوع؟ على القليلة يقدروا ياخذوا شهادة معترف فيها، يقدر يكملوا جامعة بعدها. يعني أيهم أعتقد أن الحل الأمثل هو ترك الأهالي على حريتهم في دراسة أي منهاج يرغبون به. يعني لا نجبرهم على دراسة مناهج النظام ولا نجبرهم على دراسة مناهج الإدارة الذاتية، يبقون على حريتهم. أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل. أيضا صهيب، تعليق أخير منك حول هذا الموضوع، ما الحلول برأيك؟ هي رسالة صراحة، رسالة لكل الأطراف، دعوا الجيل الناشئ الآن يعني يتصرف، يحصل على تحصيل علمي مناسب يكفيكم كل الأطراف. هنا نتحدث بالنسبة لموضوع، يعني مع الأسف قطاع التعليم الآن فاشل في سوريا، هذا له تبعات مستقبلا. سوف يكون هنالك، كان هنالك جيل 2011 اليوم هو معظمه بدون تحصيل، وحتى هنالك إشكاليات على مستوى اللغة العربية. يعني وصلنا إلى هذه المرحلة، اللغة الأساسية بات عنده إشكاليات فيها الطالب. هنالك يعني أيضا إرباك على مستوى الشهادة والاعتراف وغيرها. دعوا التعليم بعيد عن كل النزاعات التي تحدث، التعليم يجب أن يستمر من أجل يعني تطور هذه طيب صحيح، ولكن إذا أي شخص مثلا حاول يحاورهم للمسؤول عن يحاور المسؤول عن التعليم، شو ردوا؟ يعني مثلا طالما أنتم عم تعطوا شهادات غير معترف فيها، هل في مساعي مثلا لأخذ الاعتراف بهذه الشهادة، أم خلص هذا هو المنهاج وغير معترف فيه وبكون تتعلموا؟ مفروض، مع الأسف مفروض بالنار والحديد كل شيء، ليس فقط المناهج، كل شيء في هذه المنطقة مفروض بالنار والحديد. الرد هو اعتقال نشطاء تحدثوا منذ فترة بسيطة عن موضوع تجنيد المعلمين وذكروا أسماء دقيقة. اليوم أهالي المنطقة، منطقة شرق الفرات، يعرفون من هم هؤلاء النشطاء، تم اعتقالهم بحجج واهية فقط لأنهم ذكروا تفاصيل عن اعتقال معلمين والزج بهم على حواجز قسد، أيضا اعتقال متظاهرين. هذا هو الرد، يعني حقيقة بدلا أن يكون هنالك رد منطقي عقلاني يعني يجعل الناس تنظر إلى هذه الجهة التي تدعي أنها مع الحريات وغيرها، تنظر إليها بشكل يعني جيد، أنها على الأقل على مستوى التعليم يعني مستمرة هذه العملية. الرد هو الزج بكل من يعترض في السجون. عبد الرحيم، ذكرت منذ قليل أن الطلاب تظاهروا وأن الأهالي احتجوا، هل ممكن أن يتم الإفراج عن هؤلاء المعلمون؟ نعم، وفي مدينة الدرباسية تم اعتقال المدرسين لمدة 5 أيام تقريبا في عمودة ومدينة جركيلجي، حتى الآن أصبح لهم 3 أيام والبعض 4 أيام. نحن على أمل أن يتم إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين، ولكن لا توجد حتى الآن أي وعود، وأيضا للأسف ممنوع عنهم حتى الزيارات، وهذا ما أزعج السكان. يعني هؤلاء هم معلمون، لم يعتقلوا بتهم جنائية حتى يتم منعهم من الزيارات، حتى الآن لم يتم سماح لأهلهم بزيارتهم في السجن. أكيد نتمنى الحرية لهم. الشكر، كنت معنا من القامشلي الصحفي عبد الرحيم السعيد، شكرا لحضرتك. وأتشكر أيضا صهيب جابر صحفي مهتم بالشأن التربوي، كان معنا من أورفا التركية. شكرا لك صهيب. مشاهدينا فاصل ولا نعود.